الكثير من الحديث عنها برفقة ضيفنا اللي رحب فيه عبر سكايب من الرياض الأستاذ الدكتور حمزة الطيار الكاتب الصحفي والمتخصص في فقه الدعوة والفقه المقارن. حياكم الله دكتور، يعطيكم الصحة والعافية. لماذا هذا المقال؟ وهو من المقالات اللي ممكن نقول أنه يعني الحديث فيه ليس بذات الأهمية، قول لي أهمية التفكير في هذا الموضوع والحديث عنه وطرقه في المقالات الصحفية دكتورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك أستاذ عبد الله وأحيي جميع المشاهدين الكرام، وأشكر لهذه القناة المتميزة، قناة الإخبارية، طرح مثل هذه المواضيع الهامة التي تعود على دين الناس وعلى أمنهم بالخير والبركة. وأشكركم على هذه الاستضافة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مسألة المخدرات، إذا يعني أيقنا بأن إدمان المخدرات واستخدام هذه المخدرات والمؤثرات العقلية يؤثر على الضروريات الخمس، صحيح، الدين والنفس والعقل والعرض اللي هو النسل والمال، أيقنا تماما بأن الموضوع ذا أهمية بالغة، ذلك أن أعز ما يملكه الناس هذه الضروريات الخمس، والأمن المجتمعي والأمن الذي تكفلت الدولة رعاها الله حفظه للناس لا تستقيم هذه الضروريات الخمس إلا بوجود الأمن. فالمخدرات، نعم دكتور، أقول ترى الصوت يقطع دكتور، أقول بس من لما يستخدم هذه المؤثرات العقلية والمخدرات هو يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن العلماء عدوا استخدام المخدرات من الكبائر، من كبائر الذنوب. أيضا هي تعود على عقل المدمن بالإتلاف، وإذا الإنسان فقد العقل ماذا يملك بعد العقل؟ العقل هو مناط التكليف، هو الذي يسير الإنسان بعقل ومنطقية سواء فيما يتعلق في الأمور الشرعية أو ما يتعلق في العلاقات الاجتماعية. أيضا تعود على المال بالتبذير وصرفه فيما لا نفع فيه، بل صرفه فيما فيه الضرر على الفرد والمجتمع. أيضا لها أضرار على الأسرة وعلى المجتمع أجمع، وبالتالي فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، ولا بد أن نسلط الضوء عليه سواء في القنوات أو في الصحف أو في الخطب أو في الندوات أو المحاضرات. دكتور، الحديث عن المخدرات صاير الناس ميب حريصة عليه لأنه ما قاعدين نلمسه، لكن لو الواحد ابتلي بعزيز عنده بهالبلوى عرف أنه هذا الموضوع ذو يعني أبعاد خطيرة جدا. مما وقفت عليه دكتور بالحديث عن المخدرات، أعطني شيء وقفت عليه وسمعته وأنت يعني ملتصق التصاقا كاملا بالناس من خلال الصلوات الخمس في المسجد طال عمرك. ولا شك طبعا هذه مشكلة عامة ولا شك مشكلة خاصة، لكن أكثر إحساسا لها هو من يعاني من مدمن أو من يعيش مع مدمن أو من يتلقى ضربات من مدمن يومية أو شبه أسبوعية. لا شك أن هذه الإشكالية تعم المجتمع كله، لأن المدمن إذا قلنا بأن المدمن حقيقة كالغرغرينة في جسد المجتمع، إن لم يستصلح أو يستأصل عاد ذلك بالضرر على المجتمع. ولا شك ولا ريب أن حفظ دين الناس وحفظ أنفسهم وحفظ عقولهم وحفظ أموالهم وحفظ أعراضهم من الأهمية بمكان، والمخدرات واستخدامها مؤثر عظيم في هذه الضروريات الخمس، وبالتالي ينتج من ذلك هذه الأهمية البالغة. الدولة رعاها الله اهتمت اهتمام بالغ في هذا الأمر، أعدت إدارة عامة اسمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقوم بجهود جبارة وعظيمة. أيضا الجمارك تقوم بجهود جبارة وعظيمة وهي على الثغر، وهذا من الجهاد في سبيل الله، حفظ الدين وحفظ المجتمع وحفظ أمن المجتمع، وهم على هذه الثغور يكتشفون بين الفينة والأخرى مثل هذه الأمور. ولذلك إذا أردنا أن نعرف من الجوانب الهامة في معرفة أضرار المخدرات، حرص العدو الخارجي على أن يدخل هذه المسائل وهذه المخدرات والمؤثرات العقلية إلى بلاد المسلمين، لأنهم يعرفون مسبقاً وش أثرها، تجدهم يدفعون الملايين
والمليارات، حتى يريدوا أن يضروا بهذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية. بالتالي هذا الضرر واضح جدا، ويكون واضحا على شكل أو على وجه الخصوص عند أولئك الذين يعانون. طبعا لو تسأل رجال المخدرات الذين يضبطون هذه الأمور شبه يومي، لا شك أن عندهم معرفة وبصيرة أكثر من غيرهم. لو تسأل الجمارك، لو تسأل جميع الجهات الأمنية، جهات الضبط التي تضبط مثل هذه، سواء الشرطة أو المرور أو أي جهة أخرى، ثم تحال إلى الجهة المختصة للمخدرات، ثم إلى النيابة، ثم إلى القضاء. لا شك ولا ريب أنهم يعرفون أن هذا الأمر أمر عظيم، ويحتاج إلى وقوف الجميع وتكاتف الجميع ضده. ولذلك شيخنا هو الحديث دائم عن أن أنا بجرب والأمور بتضبط، وإذا هذا بقدر أرجع. المسألة أنه هالموضوع منزلق، إذا طحت فيه ما عادك طالع. ولا شك ولا ريب هو من اعظم نتائجه السيئه الادمان، ان الانسان لا يستطيع ان يفك عن استخدام مثل هذه الامور. اضيف لك اضافه اخرى، هذا يضرب اغلى شيء في الانسان، وشو؟ عقله يا اخي، العقل مناط التكليف. العقل هو الفارق بين الانسان والحيوان. الله كرم الانسان بعقله وجعله مكرما، ثم لما وهبه العقل جعله مناط التكاليف وكلفه وأرسل له الرسل وأنزل له الكتب. ولذلك هذه المخدرات أول ما تضرب في جسد الإنسان العقل. العقل الإنسان إذا فقد العقل خلاص، لا يمنعه لا دين ولا عقل ولا مروءة ولا شهامة ولا عرف، خلاص ما في شيء. يؤثر عن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب يقول: يا رب، من وهبته العقل فماذا حرمته، ومن حرمته العقل فماذا وهبته. الله أكبر. فلذلك هذه المخدرات من أثرها أنها تبعث الإدمان والتكرار وعدم انفكاك الإنسان عنها بحال من الأحوال، إلا إذا عولج، والعلاج الحمد لله قائم لمثل هذه الأمور. الإنسان يجرب يتاجر، مو بيجرب يقع في كبيرة من كبائر الذنوب. صحيح. ما يجرب بعقله، لو قال له هذا سم سندخله في جسدك وهو بكامل قواه العقلية، ما راح يقبل إطلاقا. فالتجارب ليس هذا ليس محل للتجارب. ولذلك شيخنا حديثك يعني أخذنا إلى أن نتناقش في هذا الموضوع بشكل كبير جدا احنا والزملاء، لكن هذا الموضوع كبير جدا عند من ابتلي به وعند الناس اللي عندهم هالمعاناة. أنا شاكر لكم ومقدر شيخنا الأستاذ الدكتور حمزة طيار، شكرا جزيلا لكم، والله يعينكم ويوفقكم لكل خير. استمروا في هذا النهج، احنا دائما يعني نستفيد منكم. شكرا لكم، احنا منظومة كاملة، واشكر لك واشكر للجميع. الله يحفظكم، شكرا لك. شكرا طال عمرك.